انا صور نحب حضرتك تبص نعلق عليها. تمام. بتتكلم يعني بالظبط. بص بص، دي صوره مثلا بتبين شايفه سماكه اللثه عامله ازاي. لو بصينا كويس على اللثه دي، صوره للثه بس. لو بصينا دي الجزء الداخلي ده الزرع. لو بصينا على سماكه اللثه، لو بصينا عليها شخصيه تلاقي ان هي لونها بينك، ما فيهاش التهابات، ما فيهاش دي اللون لسه صحية؟ الاحمر، دي لسه صحيه 100%. تمام. ما فيهاش اللون الاحمر اللي يخلي الدموي بالظبط اللي هو الدموي، اللون الدموي دي يعني في التهابات، التهابات يخلي ان اللثه تلتهب بسرعه. دي تبدا تعيش معانا. دي بقى احنا بنشكل بيها اللثه، في حاجات كده صغيره بنعمل بيها تشكيل للثه. هو ده ايه ده اصلا يا دكتور؟ دي اللثه، دي صوره للثه والزراعه تحت. بنبدا آه. نشكل اللثه، عشان انا مش معنى برضو ان انا يبقى عندي لسه صحيه لازم اشكلها عشان تبان شكلها. ما احنا برضو عندنا جزء جمالي بالظبط، لازم لازم الحاجه تبقى مش باينه خالص. دي يعني مثلا صوره السنان اهو يمين وشمال، وفي تحت زرعات. لو بصينا الحرف الفي ده، دي السنان اللي هتركب. دي اللثه، هنركب عليها الطرابيش بتاعتنا. دي لثه صحيه برضه يا دكتور؟ بالظبط، هتبان ان هي شكلها طبيعي، وفي نفس الوقت كل البابيلا دي اللي هي كل حرف الفي دي كلها ماشيه مع بعض. فعمر ما حد هيعرف ان انت مركب. حاجه جميله. انا ما اقدرش اعمل كده في لثه غير صحيه، ما اقدرش اشكلها ارسمها، بس نقدر نعالج اللثه وبعدين نركب. بالظبط، يعني زراعه الاسنان في فن. طبعا اكيد اكيد يعني أكيد. مش تجميل، يعني تجميل وزراعه الاسنان لازم يبقى فيهم فن. لان انا برسم الطربوش، برسم اللثه، لان انا برضو لازم اعمل الحاجه تبان طبيعيه، مش هعمل حاجه وتبان صناعيه. بالظبط. نروح بقى لمرضى السكر. تمام. هم اهم ناس بتعاني من مشاكل الاسنان، وعاوزين نعرف هل ممكن يزرعوا اسنان، وايه الزراعات اللي ممكن تناسبهم؟ بص، هو بالنسبه لمريض السكر لو هو محافظ على سكره يعني بنسب معينه، وفي نفس الوقت اللثه عنده صحيه والانفايرمنت اللي حواليه صحيه، نقدر نزرعه، ما فيش اي مشاكل. بس اهم حاجه يبقى محافظ على سكره، عشان هو طول ما هو محافظ على سكره، طول ما جسمه كله صحي مش سنانه بس. فاهم حاجه في مريض السكر ان هو يحافظ على سكره. ينفع له اي نوع من انواع الزرع، بس احنا دايما كدكاتره زراعه، او بمعنى اصح كانشيب، يعني احنا دايما بنشوف الحاجه الجديده، نوع الزرع اللي احنا بنستخدمها، لان في انواع كتير قوي. انت الماركت عندك فيه كتير. فوق ال 400 او ال 500 شركه. انت ازاي تنقي النوع المناسب ان انت تستخدم الزرعه دي؟ انا الزرعه اللي بنستخدمها بتبقى حاجه بيبقى تمسك مدى ثباتها في العظم اكتر من بقيه الزرعات، وفي نفس الوقت ما بتعمليش مع الوقت تاكل في العظام، وفي نفس الوقت بتدي مسافه للثه ان هي تتكون بصفه جماليه، فبتدي الاستاتيك اللي هو الشكل الجمالي اللي انا عايزه. عايزين افضل شيء. بالظبط، لان في نفس الوقت ده هيريح المريض وهيريح الدكتور. طبعا، ما انت الدكتور هو بيعمل حاجه يبقى يعني ضميره مرتاح، بمعنى صح. اكيد. وفي نفس الوقت والمريض بيكون مرتاح له. بالظبط، المريض يبقى مرتاح له بعد كده. طيب، احنا معانا الصور يا دكتور قبل وبعد، لو حضرتك تعلق لنا عليها. يعني مثلا الصور دي كلها كانت تركيبات جايه، التركيبه دي كلها السنان اللي تحتيها متكسره، لان هي معموله بصوره غير طبيعيه، واللثه برضو فيها حاجه، واللثه ملتهبه جدا. فاضطرينا طبعا نشيل التركيبه ونخلع السنان، الجذور اللي هي خلاص بقت مش نافعه ان هي تعمل عليها حاجه، وعملنا لها زراعه وركبنا عليها التركيبات. هنشوف الصوره اللي بعديها. دي الصوره اللي بعديها. لو بصينا خلينا اللثه صحيه ازاي. طبعا. بص، اللثه نفسها مرسومه بقى الشكل الجمالي، حتى لسه اتصالها مع السنان. بالظبط، شكل جمالي طبيعية. جدا يعني اهم حاجه ان هي تبان طبيعيه. انت كده ممكن انت لو قابلتها في الشارع ما تعرفش ان هي عامله زرعه. بالظبط. بالظبط. هنا بيجي دور بقى تقييم الحاله، تقييم الحاله، دراسه الحاله. انت في الاول قبل ما تعمل اي حاجه لازم تقيم الحاله. الحالة دي مثلا هو ما عندوش سنة مخلوعة واللثة برضو فيها مشكلة، عملنا لها زراعة لثة وعملنا لها زرعة، بعد كده هنشوف الصورة اللي بعديها واحنا مركبين التركيبة النهائية عليها. هنا برضو هنا في حالة يعني ممكن نرجع بالصورة عشان نرجع يعني بالصورة، معلش تاني نرجع بالصورة. هنا طبعا لازم برضو تقييم. انا كنت شايف الصوره دي السنان نفسها كلها فيها. احنا لو لاحظنا، انا عايز بس رجعت بالصوره لحاجه معينه، لو لاحظنا هنلاقي الضرس اللي ورا ده بدا يميل سنه. فهمت قصدي ايه؟ فانا لحقت الحاله دي قبل ما يميل اكتر من كده. والضرس اللي فوق بيبدا يطلع تحت، فاحنا لازم نزرع في الوقت ده. بيملوا الفراغات اللي موجوده. هنا بقى بننبه عليهم ان تعالى بدري، ما تقعدش بقى تسيب الامور. هنا بالظبط. هنا مثلا ده كان جاي لي عنده تصبغات في اللثه برضه. عنده تصبغات في اللثه، كل ده بيتعمل بالليزر. عندنا جهاز برضه احدث اجهزه الليزر بتشيل كل الدي بيجمنتيشن. ايوه طبعا. عندنا بتشيل كل الدي بيجمنتيشن دي. هنا بقى مشكلته ان هو عنده تاكل في العظام. الله، ما دي الحاله قبل وبعد. عنده تاكل في العظام وتاكل في اللثه.
وغير ان السنان اللي تحت العظم اللي كلها كله متاكل. ده احنا لما نيجي نعمله نوع من انواع التركيبات بنعمله تركيبات اسمها هايبريد، يعني هايبريد بروثيزيس. دي بتبقى تركيبه من سنان ومن فوق بنعمله لسه صناعيه، عشان ما ينفعش اعمله سنان طويله، انا العظم خلاص اتاكل، اللي حصل حصل بمعنى اصح. لو عملت له السنان طويله بشكلها وحش جدا، فلا احنا بنرسم له جزء لثوي عشان يبان. دي برضو صوره سنه في الوش اتخلعت، وبعد كده عملنا له الزرعه بالكراون بتاعه. اهم حاجه طبعا الشكل يبان طبيعي 100%، اللثه تبان صحيه وما يعمليش مشاكل مع الوقت، لان مشاكل الزرعه مش كويسه. بالظبط. مشاكل الزرع بتتعالج، بس علاجها بيبقى رخم. طب ودي يا دكتور؟ دي برضو يعني حاله كانت مركبه تركيبه وما فيش حاجات ورا، فاضطرينا طبعا ان احنا عملنا زراعه وغيرنا التركيبه وعملنا لها الشكل الجمالي حلو قوي. بلس ان احنا خلي بالك، انا برضو كنت هتكلم في النقطه دي، احنا دلوقتي واحد ما عندوش سنين عايز يجي يعمل زراعه اسنان، انا هعمل احط الزرع وابدا مثلا اعمل التركيبات، بعمل له حاجه اسمها اعاده. طيب الصوره الاخيره اللي كانت معانا تمام؟ لا ما دي بيبقى برضه هي دكتور. دي مراحل بقى، يعني دي مثلا كانت سنه قبليها شلنا الطربوش، ده الزرع، شكلنا اللثه، ركبنا الجزء الخارجي، وبعد كده ركبنا عليها الكراون. دي المراحل السيكونس بتاعت هايل.